ولكن أيضا هناك خبر آخر وصلنا منذ قليل أن في لجنة 25 بمدرسة الوعي القومي بمركز شبين الكوم أن كان رئيس اللجنة أثناء اطلاعه على بطاقات الناخبين داخل اللجنة بعض من أهالي المنطقة تعرفوا عليه وأنه اتضح أنه ليس عضوا قضائيا وأنه يعمل كمنجد. المستشار محمد ممدوح محمود سالم وكيل نيابة أحداث شبين الكوم نازل في اللجنة الفرعية رقم 25، بقوم بدوري بالإشراف على اللجنة الفرعية رقم 25 باسم شبين الكوم، وأعمل وكيل نيابة بنيابة أحداث شبين الكوم الكلية. منجد ل استنى 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 هذا الشيء اللي قاعد في اللجنة اتعرفوا عليه انه منجد بالظبط كده يا استاذ خير، اهل المنطقه تعرفوا عليه واسمه طارق السوداني، واتضح ايضا انه عضوا بحزب الحريه والعداله. انا متاكد من المعلومه ان انا كمسؤول عن منسق لعمليه المراقبه ما بنزلش في المراقبه بنفسي عشان اقول لك انا شفته بعينيا عشان كده لا عشان كده ايه، لكن عندي 4000 مراقب لا يعني واخد منهم تقارير، ده تقرير جاي من مراقب في منطقه ده تم تحقيق البلاغ طبعا محضر وكل حاجه. دي الاخبار دي اتاكدنا منها من كذا مصدر واتضح فعلا صحه هذا الخبر وتم تحرير المحضر، يعني هو رئيس اللجنه وقاعد بناس بتصوت وبياخد البطايق هو منجد مع احترام المنجدين كلهم. بالظبط بالمناسبة المخالفات اللي من هذا النوع احنا كغرفة عمليات ما بناخدهاش كده ونسكت، لا لما بيبقى مخالفة جسيمة من هذا النوع بنتحقق منها من مصدر واثنين وثلاثة عشان نقدر نقولها. زي ما سعادتك شايف تحقيق الشخصية بتاعي زي ما هو محمد ممدوح عبد الرحيم محمود سالم وكيل النائب العام، وفي الظهر البادج بتاع القضاء والنيابة العامة. بالظبط كده يا استاذ خيري، واتضح انه ليس عضوا قضائيا وتم تحرير المحضر، لكن الوقت محضر مين؟ هي دي عايزة محضر؟ رقم المحضر عايزة فلوس النجدة. لا انا عندي مشكلة لازم اعرف منجد افرنجي ولا منجد بلدي، تفرق معايا قوي. هذه ضغينة ومصلحة شخصية تبتغي جهة معينة أن تقوم بالتشكيك فيها. القضاء يعمل للشعب، يعمل في شفافية ونزاهة، بيتم مباشرة عملي من الساعة 7:30 صباحا حتى الآن، الموظفين متواجدين، اللجنة مفتوحة، زي ما سعادتك شايف بره هتلاقي حاطط اسم اللجنة ومختومة متواجد والموظفين متواجدين موجودة. أتحدى أن يثبت أحد أي سم التزوير موجود داخل اللجنة.